فاكر الولد الغلس اللي كان معاك في المدرسه اللي كل شويه يضايقك بطريقه مختلفه، مره ياخد منك القلم، مره يكسر المسطره، مره يضيع الاستيكه، المهم انت فهمته، خدت الشنطه وقفلتها بقفل عشان ما يعرفش يضايقك ولا ياخد حاجه منك تاني، قام برضه ما سكتش، مره يشدك من القميص، مره يقعد مكانك. هو ده بالظبط اللي الكورونا بتعمله. بعد ما نخف من الكورونا تلاقي في نهجان. طب يا ترى النهجان ده من ايه وهنعالجه ازاي؟ معاكم دكتور احمد الوكيل، مدرس واستشاري جراحه القلب والصدر، كليه طب قصر العيني، جامعه القاهره. سنة 2020 كانت سنة مميزة جداً، حصل وباء عالمي ما حصلش من 100 سنة، الوباء ده تسمى كورونا. معظم الناس خدت الدور وخفت في البيت، حتى في ناس ما حسوش بالدور أصلاً. في مرضى تانيين دخلوا المستشفى، وفي بعض الناس احتاجت إنها تدخل رعاية مركزة. كتير من الناس بعد ما تعافت من المرض وحتى المسحة بقت سلبية فرحوا إن خلاص الأعراض راحت، ولكن بعد فترة من الوقت رجع بقى عندهم نهجان. يا ترى إيه اللي عمل النهجان ده؟ في 5 أسباب رئيسية للنهجان ده هنتكلم عليهم. أول سبب إن لما فيروس الكورونا بيدخل بيعمل التهابات وبيأثر على استجابة الجسم، بيبقى فيه إرهاق، المريض مش بينام كويس والتغذية بتاعته بتبقى مش كويسة. لما المريض بيتعافى من الفيروس بيفضل برضه الجسم تعبان وبيبقى عنده صعوبة إنه يبذل مجهود أو يتحرك أو يطلع سلم، وده بيبان على هيئة نهجان. طب هنعرفه إزاي؟ الدكتور الخبير لما بيبص على المريض ويسمع صدره بيلاقي إن مفيش حاجة مش طبيعية على الصدر، وبيلاقي المريض شكله مرهق وكتير بيكون وزن المريض قليل. طب ايه الحل ساعتها؟ الحل ان احنا نحسن التغذيه بتاعته ونوفر له الراحه. احيانا بيحتاج يعمل علاج طبيعي، والسبب ده هو اشهر سبب وابسط سبب يعمل نهجان بعد الكورونا. طيب ايه السبب التاني؟ احيانا بعد الكورونا بيبقى في ضعف عامل الجسم، مع سوء التغذيه والارهاق البكتيريا بتستغل الموقف ده وتدخل الجهاز التنفسي وتعمل التهاب في الرئه، بيسمى التهاب رئوي. خطورته ايه؟ خطورته ان البكتيريا دي ما بتستجيبش لنفس العلاج بتاع الكورونا، بتحتاج علاج مخصص ليها هي ومضادات حيويه متخصصه في النوع ده من البكتيريا. فتلاقي المريض بعد ما جاله التعب ورجع لنفس الادويه بتاعه الكورونا تاني ما بيتحسنش. ده ليه؟ لانه ما خدش العلاج المناسب للبكتيريا اللي جات له. هنعرفه ازاي؟ المريض ده التعب بتاعه بيكون اشد عاده، وبيكون السخونيه اعلى، النهجان اكتر، كتير بيكح وبيطلع بلغم كتير، والبلغم ده ممكن يكون لونه أصفر أو أخضر. لما الدكتور بيسمع صدره بالسماعة بيلاقي فيه صوت غير طبيعي على الرئة، ولما بيعمل أشعة بيبان جدا في الأشعة بطشة معينة معروف شكلها بتاعت الالتهاب البكتيري. طب إيه الحل ساعتها؟ مهم جدا نهتم بالتغذية. الحاجة التانية لازم ينام ويرتاح عشان جسمه يقدر يحارب البكتيريا دي. الحاجة التالتة لازم ياخد المضاد الحيوي المناسب للنوع دوت من البكتيريا. بنبدأ بنوع من المضادات الحيوية احنا عارفين انه عادة البكتيريا دي بتستجيب ليه، وبنمشي على العلاج ده حوالي اسبوع. اذا ما كانش فيه تحسن واضح الدكتور بيلجأ انه يعمل نوع من التحاليل بيحدد بيه نوع البكتيريا بالظبط وايه المضاد الحيوي اللي بتستجيب ليه وجرعته قد ايه. وعادة لما بناخد ده المريض بيخف في اقل وقت ممكن وبتكون الاستجابة سريعة ان شاء الله. طيب في سبب ثالث. احيانا مع الالتهاب البكتيري اللي بيحصل واحيانا مع الضعف اللي حصل من الفيروس الكورونا بيتجمع ميه على الرئه. الميه ديت بتضغط على الرئه وتعمل انكماش للرئه وتخلي المريض نفسه صعب جدا. بنعرفها ازاي؟ لما المريض بيروح للدكتور بيسمع صدره بيلاقي صوت الهواء على الناحيه المصابه قليل جدا. لما بيطلب اشاعه بيلاقي ظل ابيض مغطي الناحيه دي من الرئه. ساعتها الحل ان هو يشيل الميه اللي موجوده دي، يا اما عن طريق انه يعمل بذل مره واحده، بس كتير من الاوقات بيحتاج ان جراح الصدر يركب درنقه بسيطه يسحب بيها الميه دي باستمرار. الحالات دي ميزتها ان هي بتخف، بس صعوبتها ان احيانا لو ما تشخصتش كويس واتعمل اشعه وشافها دكتور متخصص في الحاله بيتم علاج على ان هي التهاب عادي في الصدر، وبيفضل ياخد مضادات حيويه مضادات حيويه والحاله تتاخر وتنتهي ان يحصل تليف على الجدار الخارجي من الرئه والرئه تنكمش باستمرار. وساعتها الحل بدل ما هو سحب الميه دي بطريقه بسيطه ممكن نحتاج جراحة أو منظار عشان نحرر الرئة ديت وتقدر تفرد تاني والمريض يرجع ياخد نفسه. السبب الرابع، في بعض المرضى بيبقى عندهم أصلا مشكلة قديمة في القلب. المشكلة ديت ما كانتش باينة وكان المريض ماشي كويس. لما حصل تحميل على الجسم شديد بالالتهاب اللي عمله فيروس كورونا وبقى مطلوب من القلب إنه يضخ الدم جامد وبسرعة عشان يوصل المضادات بتاعت الفيروس لمكان العدوى وعشان يوصل كرات الدم البيضاء وخلايا المناعة إنها تتعامل مع المرض اللي موجود، القلب بيتكشف وبيظهر انه ما بقاش قادر على المجهود دوت،
بتعدي الامور بتاعت فيروس كورونا والفيروس بيخف، بس التعب اللي ظهر على القلب ملحقش القلب يتحسن منه. طب ده هنعرفه ازاي؟ لما المريض بيروح للدكتور، الدكتور بيلاقي الضغط بتاعه ممكن يكون مش كويس، ضربات القلب كتير جدا بتكون سريعه، احيانا رجل المريض بتورم، لما بيعمل رسم قلب بيبقى فيه تغيرات، وكمان لما بيطلب ايكو بيبان بالظبط انهي صمام اللي تعبان وكفاءه عضله القلب عامله ازاي. طب الدكتور هيعمل ايه في الحاله دي؟ بيبدا يقيم حاله القلب، هل بمجرد علاج بسيط الموضوع هيتحسن ولا كان في مشكله كبيره في القلب مستخبيه ومحتاجه تدخل عن طريق القسطره ولا الجراحه. ده مهم انه يتحدد، عشان لو في حاجه كبيره في القلب لازم تتعالج كويس، والا الموضوع مش هيتحسن. خامس سبب واللي بقينا نشوفه كتير دلوقتي، ان بدا في حالات يرجع لها الكورونا تاني، وللاسف في اوقات بيكون المرض اشد من المرض الاولاني، في احوال كتيره بيكون بسيط، بس اللي بقينا نشوفه ان في حالات بترجع اشد. يعني في مرضى كانوا اول مره اتعالجوا في البيت وخفوا في البيت ومحتاجوش اي حاجه، لما جالهم الموضوع مره تانيه اتدهورت حالتهم جدا ونسبه الاكسجين قلت بشكل كبير، واحتاجوا ان هم يتحجزوا في مستشفى وياخدوا علاجات ويتحطوا على اكسجين، وفي منهم اتحطوا على جهاز تنفس صناعي تاني علشان الامور ترجع تتحسن، بس الحمد لله بيتحسنوا تاني ان شاء الله. اللي يهمني انك تعرفه، لما يرجع نهجان بعد الكورونا او النهجان يطول، مش لازم ان الموضوع يكون حاجه بسيطه ومجرد ارهاق واعياء، وان كان ده السبب الشائع، كتير بيكون السبب حاجه مهمه، كتير بيكون السبب خطير ولازم يتعالج. لازم الدكتور المتخصص يشوفك عشان يحدد احسن علاج وعشان نطمن، لان لو في حاجه كبيره وما اتعالجتش فعلا النتائج بعد كده بتتاخر وتبقى سيئه جدا. متعنا الله واياكم دوما بالصحه والعافيه.